السيد السوداني يوجه بالتنسيق بين وزارة الخارجية والداخلية وكذلك جهاز المخابرات الوطني العراقي لتسمية ضباط ارتباط مع الدول الصديقة لملاحقة شبكات المخدرات. نشاهد ما جاء حول هذا الخبر. جريدة البينة الجديدة كتبت: السودان يوجه بالتنسيق بين وزارتي الخارجية والداخلية وجهاز المخابرات الوطني لتسمية ضباط ارتباط مع الدول الصديقة لملاحقة شبكات المخدرات.